مشاهدينا النشرة انتهت، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. المحافظ ورئيس مجلس محافظة صلاح الدين يلتقيان السفير الكويتي لبحث سبل تقديم الدعم لإعادة إعمار المدن المدمرة. الرئيس معصوم يصادق على قانوني مدينة سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وبابل عاصمة العراق الحضارية. العبادي يترأس اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني ويناقش الأوضاع الأمنية بالبلاد وعمليات تعقب خلايا داعش الإرهابية. مشاهدينا انتهت نشرتنا، شكرا لكم على حسن متابعتنا ودمتم بخير.